بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أخوتنا نص الإنجيل المقدس يحكي لنا على الحادثة أو المثل المعروف يلي يخص كل المجتمعات، يخص كل البشر وكل الناس المؤمنين باسم ربنا يسوع المسيح. هو مثل التوبة الحقيقية والتوبة المزيفة، مثل الرياء، مثل التواضع، مثل الفريسي والعشار. بالصدفة كمان اليوم الصلوات الموجودة بالطقس اللي صليناها باللغة السريانية من شوي كمان تخص هذا الموضوع، التوبة، خاصة نحن بهالأيام أيام الصوم، أيام الجهاد الروحي يلي بشكر ربنا كمان يلي عم يسمح انه يكون شيء فوق راسنا يخلينا نزداد صلاة ونزداد روحانية ونزداد تواضع. وهذا الشيء هو المرض المنتشر بين البشر. واحد من المقاطع اللي صليناها قبل شوي يقول لولا قلبنا القاسي مثل الصوان لكنا دائما قريبين من الله وتائبين، كنا نكون دائما فرحين بعشرة ربنا يسوع المسيح. لكن دائما القلب القاسي يطرد مشاعر التوبة من قلب الإنسان، القلب القاسي يطفي الروح. طبعا القلب القاسي مو المقصود الانسان الحازم، انما القلب القاسي تجاه خلاص نفسه يلي يهمل خلاص نفسه، هذا هو القلب القاسي على حاله مو على الاخرين. نركض وراء كل شيء موجود بهالدنيا، وراء تفاصيل ما لنا فيها ابدا، ونترك الجوهر وسبب وجودنا الرئيسي بهي الدنيا الا وهو خلاص نفسنا. يقول كمان بكتاب الصلوات اللي صليناها هلا، ان اخطا احد او اعطاها بالفعل المضارع، يعني ان يخطئ احد ويرجع يطلب رحمة من ربنا دائما تنقبل. هو أعطاها بالفعل المضارع حتى نفهم أنه دائما نقدر نتوب، لأنه دائما نحن نخطأ. يكمل يقول لأنه ما في وقت محدد لربنا يقبل توبة ولا ما يقبل، دائما يقبل ما دام نحن موجودين بهي الدنيا. أي ما تقول لي مو يقبل، يقول بلحظة شقد ما يكون عندك ذهب، شقد ما يكون عندك أموال، تحطها كلها قدامك ما رح تقدر تقدمها رشوة بيوم الحساب. يعني شقد ما يكون عندك ما رح تصل لمستوى أنه معك مبلغ كافي حتى تقدمه فاتورة باليوم الأخير. إن كان معك أموال الدنيا كلها وذهب الدنيا كلته ما رح ينفع باليوم الأخير لما الإنسان يوقف قدام الديان العادل. لهيك كل ما الإنسان يخطأ يرجع يطلب ما دام هو موجود في الحياة ينقبل، لكن متى ما أغلق الباب، باب ربنا لما يتسكر يتسكر وما راح ينفتح مرة ثانية، لأنه خلص يكون باليوم الأخير ربنا سكر بابه وبلش فرحان، بلش فرحته مع أبناء الجانب الأيمن، بلش الفرحة مع الأبرار والقديسين. أما الأشرار يلي بقيوا خارج الباب يلي ما قدروا يقدموا شيء يخليهم يفوتوا من هذا الباب، يبقوا برا هناك حيث البكاء وصرير الأسنان. هاي هي مراحل ربنا. المهم نحن ما نقارن حالنا بالفريسي، إنما نسعى لنكون مثل العشار
لسه نكون مثل الإنسان اللي قال اللهم ارحمني أنا الخاطي وراسه منحني للأسفل ما يسترجع يرفع عينيه لربنا. متى ما استمر بالتوبة، متى ما استمر بالصلاة بنفس القاعدة، ها بنفس جلسة الصلاة مع ربنا، نهاية الصلاة ربنا تعطيه مشاعر فرح حتى يقدر يعلي عينيه لربنا ويحكي معه وقلبه منشرح مليان بالرجاء مليان بالفرح الروحي. لهيك خلونا نستغل هالأيام حتى نفرح بتوبتنا، حتى نفرح بعودتنا، حتى نفرح بأنه نحن لا قلبنا ما هو حجر صوام، إنما قلبنا مثل ما يريد ربنا، قلبنا بيد الله، قلبنا يفرح قلب ربنا يسوع المسيح. آمين وآمين.